أيهما يقدم، أعمال القلوب أم أعمال الجوارح؟ الأصل في العمل للقلب، الأصل في العمل للقلب، ولذلك إذا خلى القلب عن العمل فلم ينفع عمل الجوارح. صحيح. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث الشعبي عن زكريا عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الجوارح، صلاحه صلاح لسائر البدن. ولهذا كانت مرتبة أعمال القلوب في الأصل من حيث الجنس، جنس أعمال القلوب أهم وأعظم من جنس أعمال الجوارح. لكن لما نقول جنس لا نقصد بذلك كل عمل على وجه الانفراد، إنما جنس العمل. والأصل في العمل للقلب، والجوارح تنبعث بما في القلوب سواء كان قولا أو عملا، إنما هي تابعة لما في القلوب. فلذلك الجواب هو أن جنس أعمال القلوب أهم وأعظم عند الله تعالى وفي ميزان الشريعة من جنس أعمال الجوارح.